أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان لليوم. لم يتصاعد الدخان الأبيض أمس من قصر بعبدة بعد لقاء الرئيس عون الرئيس الحريري، ومع ذلك بدأ الرئيس المكلف مصرا على إحداث خرق ينهي تعقيدات التأليف ويضع حدا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يزيدها تفاقما استمرار الأزمة واستهلاكها وقتا طويلا. بعيدا من الأجواء السياسية، برزت ملامح مبارزة حادة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات، مع إصرار الأولى على تطبيق قرارها تركيب العدادات وإصرار بعض أصحاب المولدات على المعاندة رافضين تطبيق القرار. عن الملف الحكومي إضافة إلى ملفات أخرى داخلية والأوضاع في الإقليم، نسأل ضيفنا الأستاذ الجامعي وفيق إبراهيم. أهلا وسهلا فيك دكتور وفيق. أهلا وسهلا. بالأمس زار الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدة واجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، لكن يعني لم يرشح عن هذا اللقاء أي ولادة حكومية. متى سيتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدة؟ لم يرشح لأنه ليس هناك من جديد. نعم. الزيارة البروتوكولية بناء على الرئيس كلام سعد عون. نعم. وأعتقد أنا أنه دائما هناك حركة في موضوع تأليف الحكومة، يعني يحاولون لأن العقد يعني لا تزال كما هي. هناك مثلا تحسن في العقدة الدرزية باعتبار أن الوزير جمهور قبلها، يعني يكون هناك درزي من حصة الرئيس مقابل أن يأخذ وزيرا مسيحيا. وأيضا بموضوع السنة المستقلون، يبدو أن الرئيس الحالي قبل أن يكون هناك وزير سني من حصة رئاسة الجمهورية، يعني يكون حصة رئاسة الجمهورية وكأنها على حساب حلول الأزمات الدرزية والسنية والمسيحية. نعم. إذا كان هذا هو قد حلت، لماذا لم تعلن الوزارة أمس؟ بس دكتور وفيق، يعني نجد يعني طبعا بالملف الحكومي عم تقول أنه دائما هناك في يعني حركة بالنسبة للصيغ، لكن نلاحظ وكأنه هناك جمود فيما يتعلق يعني بالصيغ الحكومية، وكأن هناك يعني شيء مخفي، قطبة مخفية ينتظرها الجميع كي تولد الحكومة اللبنانية. هذا تعبير دقيق، هم ينتظرون الضوء الأخضر الإقليمي والدولي الذي لم يأتي بعد. يعني بالعراق حلت على أساس تسوية إيرانية أمريكية برعاية المرجعية الشيعية العليا. اليوم يبدو أنهم على مشارف هذا الأمر، لأنه يبدو أنه يحتاج إلى قليل من الوقت، أيضا ربما إلى 20 ثاني المقبل لكي بحال بدأت الحلول بالعراق يجب أن تبدأ الحلول في لبنان، لأنه يعني كثير بيقولوا شوفوا شو عم بيصير بالعراق ونحن بلبنان يعني بنمشي خط موازي للعراق. نحن لا نقلد، إنما الأمر يعني أن هناك إمكانية للاتفاق بين الأطراف المسيطرة الخارجية المسيطرة على الواقع اللبناني. علينا أن نعترف أن لبنان متأثر بثلاث قوى: إيران، السعودية والولايات المتحدة. نعم. يعني أي شيء على مستوى الآليات الدستورية، يعني عندك رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، يجب أن يكون هناك اتفاق بين ثلاث قوى: سعودية، إيرانية، أمريكية. هناك شيء ما غامض لغاية اليوم، أنه لماذا يحلون موضوع العراق وهو البلد الأكبر والأغنى ولا يجدون حل لبنان وهو البلد البائس الذي لا يمتلك شيئا، يعني لازم يحلوها. هل يبدو أن لإسرائيل علاقة بالموضوع؟ يعني هناك شيء ما، يعني يا إما ترتيب عدوان إسرائيلي كبير على لبنان كجزء من عدوان أكبر على مستوى المنطقة، أو يعني الأمر قيد التحصيل، هناك يريدون تهميش بعض القوى الداخلية اللبنانية بشكل لا تستطيع فيه أن تؤدي دورا كبيرا في الحكومة. ضمن هذه الرؤية يجب أن نقول هناك تعطيل ما لا يزال ساريا. نحن رح نحكي بالطبع دكتور وفيق عن التهديد الإسرائيلي وتهديدات نتنياهو، هذا كمان له علاقة بالتشكيل الحكومي. يعني كمان أنه في تشكيل حكومة، يعني رح نحكي يعني عن تأثير التهديدات الإسرائيلية. نعم. كان لدينا بلد عاقل بيشوف التهديد الإسرائيلي يسارع لتشكيل الحكومة، لا يهرب منها، نحن نهرب، يعني نهرب من تشكيل الحكومة. ما عم بفهم ليه أنه أنا لكي لا أغضب إسرائيل بقوم برفض جيب وزراء. بس كان هذا الموضوع موضوع بحث امبارح بين الرئيس العماد ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري، يعني دعوة لأن يكون اللبنانيين دائما موحدين أمام هكذا تهديدات إسرائيلية. أيها السيدة، نحن نبحث منذ 4 أشهر حتى انفلق بطريرك الموارنة فقال لهم كفاكم نحتل هم مشاورات اذهبوا للتشكيل. صلنا 4 أشهر نبحث بحث بعدين،
لم تتبقى زاوية لم نبحث فيها. وبعدين يعني علينا على رئيس دائما الحكومة. هناك سيكون تعديل للصياغة. يعني. تعديل على رئيس الحكومة. أنا قد يقول هذه تشكيلتي. هلا اللي مش معاجبه فليذهب إلى المجلس النيابي. إنه مفترض بالآليات الدستورية أن المجلس النيابي هو الآلية النهائية لحسم موضوع التشكيل. لا الرئيس الحريري لا يريد ذلك إلا بالاتفاق. رئيس الجمهورية أيضا يعني الرئيس الحريري عم بياخذ هالصيغة وعم يطلع عليها رئيس الجمهورية اللي له حق كمان يعني بحسب الدستور انه هو بده يكون في هناك يعني مشاورات بين الرئيسين بده يكون في مشاورات كله ميثاقية ما في شيء حسم بالانتخاب والله غريب كيف نحن دولة ديمقراطية انا مع الميثاقية في اطار وحيد هو ان تتمثل كل المذاهب والطوائف في الحكومة بس أنا ضد هذه الميثاقية التي تفرض نوع معين من هذا المذهب ونوع معين من ذلك المذهب ما بيصير ولا شو المجلس النيابي ليش انتخابات ما كيف يلزم نعمل انتخابات ولا مجلس نيابي طالما نحن نوصل على أن نركب حكومة يعني كيف ما اتفق أنا بقول لك صدقيني أن المعوق الأساسي هو أقليمي وليس داخلي لو قال الأقليم كلمته ومشوها فكنت رأيت كيف يسارعون إلى حل الأمور وكيف خرجت الأرانب من الجيوب الداخلية للرئيس بري كنت شفت الأرانب تتطاير هلأ هناك عقب باستيلاد الأرانب لأنه يعني عندما يأتي الحل من الخارج نجد فورا يعني الأرانب تخرج وتحديدا يعني دائما دائما شوفي لحظة أنت رجع القرن 19 شوفي كان عندنا عثمانيون ومصريون وما في كله كان دائما كل القوى الداخلية أبداً تركع وتتعامل مع القوى الإقليمية بعدين مع الفرنسيين احتلوا لبنان كمان كنا في رضا الفرنسي نعم. بعد منا أبداً أمريكي بعد دائماً هذا ليس برداً أنا والله يعني هلأ دكتور وفي هلأ في عنا يعني ما عاد في يعني كان كمان بالفترة بالحقب الماضية إذا بدك إنه كان في القوات السورية موجودة بلبنان وكانوا بالفعل كمان يعني ينتظروا كلمة السر السورية اليوم ماذا يعني مين ناطرين بالذات يحكى بس خليك تضحكي نعم. أنا سيدة بريطانية في سفارة بريطانيا في تقريبا الأربعينات في بغداد رسمت حدود العراق وهي ترفع ساقيها على طاولة يا سيدتي هذه ليست بلدانا وحياتك بنا بلدان بلدان ركبت تركيبا لبنان بلد مركب لا تعرفين أنه شو العجوبة 10,000 كيلومتر 18 طائفة شي 600 حزب عشو بالفعل يعني هيدي يمكن سيدة بريطانية رسمت هاي ميزة لبنان الأساسية يعني سيدة بريطانية رسمت حدود العراق 280,000 كيلومتر مربع هي مادة إجراء على الطاولة يعني ما كنت رسمته هذا هو العراق ولبنان رسموا كمان المندوب الفرنسي بالتعاون مع البطريرك الماروني رسموا له حدوده بشكل أبعد منه طيب انرسمت وخلصت هيدي الخرائط هلأ شو المفروض يصير يعني شو المطلوب مليء بالركوع عظم الإقليم لا يوجد بلد مستتبع للإقليم كما لبنان ما في بلد بالعالم على الإطلاق حتى البحرين على علاقتها بالسعودية عندها شيء من الاستقلالية لاحظي أنت كانت الطوائف اللبنانية قسم منها مغطى من بريطانيا دروز هذا مصدق من الدروز تاريخيا كانت بريطانيا تغطيهم الموارنة فرنسا السنة الدولة التركية الشيعة كان بدو الإيران بس كانت ضعيفة يعني لاحظي كيف لاحظي هذا البلد يعني هو لأنه مثل ما ذكرت أنه مركب من 18 بس ليش نحن معنا انتماء وطني أين هو الانتماء الوطني الذي يجمع يعني يؤدي إلى تجميع هذه القوى في إطار وطني ما قدرنا لم ينجح الاندماج في لبنان لأن التركيب اللي ركبوها في السلطة لا تريد هذا الاندماج أن ينجح وأول يعني أقصى ما يمكن أن يحدث هو قانون جبران باسيل الذي يؤكد على مذهبية الناس ويؤكد أن لبنان ولايات مذهبية يعني هذا القانون زاد يعني شرزمي للمجتمع زاد بس اللبناني هذا حكم على اللبنانيين أنه لاحظ عمل ولايات مذهبية كل مذهب عنده ولاية خاصة فيه ومتحالفة بالحد الأدنى مع الولايات الأخرى هذا هو لبنان بس دكتور وفيق يعني ليس فقط لبنان هو البلد الوحيد المكون يعني من طوائف ومذاهب يعني في كل الدول منشوف هيدا يعني لحظة أنا بس بدي إياها بسرعة مش نضيع وقت المشاهد فرنسا كان فيها كاثوليك وبروتستان مذابح مئات ألاف القتلى إجوا عملوا العدالات الثلاث عدالة اجتماعية كل الناس بتكون أي دين البدية عدالة اقتصادية المال العام كله لكل الناس عدالة سياسية كل المواقع مفتوحة أمام كل الناس الجميع. بعد 100 عام خلق مواطن فرنسي صار في فرنسا ما عاد تعرف مين الكاثوليك من البروتستان بينما نحن في العالم العربي أكدنا بأنظمتنا المذهبية والطائفية على الخصوصيات المذهبية فأمنا لها استمرارا هذا ما يحدث في لبنان قانون بسيل مش يشوف
مش انت تأمني يعني هلا عم تسميه حدا فكي عم تسميه قانون بستيل لقانون الانتخاب أه. وما صد فيه الشيخ نعيم، الشيخ نعيم قاسم قال افضل قانون الانتخاب انا عم بحكيك بصراحه نعم. انا مؤيد حزب الله في قتاله مع الارهاب، الا انني سمعت بالشيخ نعيم على التلفزيون قال لهم هذا افضل قانون الانتخاب وهو يعكس ما يريده. هلا بالنسبه لحزب الله وحركه امل يمكن اي قانون انتخاب قد يصدر يعني بيمشي معه، هيدا احسن بيمشي معه، هيدا اكثر واحد، هيدا 27 على 27 كاد ان يفلت نائب ويرجعوا استردوه نائب جبال. لا بس في نائب كمان ما قدروا، ايضا نائب جبال بس حدو اخذوه رجع راح قدم فروض طاعه ولا عنده ولا واحد 27 هلا اي حكومه ما فيها ما بفوت فيها نائب شيعي بتكون حكومه غير ميثاقيه، يعني حزب الله وحركه امل يمسكون بالميثاقيه لاي حكومه لان هن اللي مثلا الحريري ما بيقدر، الحريري في 10 نواب سنه مش معه بيجيبوا واحد منهم بصير في صار في يعني احنا وصلنا لهي النقطه ويعني كمان اخذنا الحديث لمطرح ثاني بنرجع لموضوع السنه المعارضون رح يكون في لهم وزير بالحكومة يقولوا يعني الرئيس الحريري وافق على هذا الموضوع، وافق على ان يكون هناك سني من خاصه رئيس الجمهوريه يعني مثلا بيجيبوا فيصل كرامي فرضا يكون وزير مع رئيس الجمهوريه مش انه بيمثل طائفه السنه، على ان يكون هناك في المقابل طبعا وزير مسيحي مع رئيس سعد الحريري نعم. كذلك امر الدروز سمعنا انه صار في ليونه من قبل يعني في ليونه بس هذه الليونه موجوده، لماذا لم نجد حلا للحكومه؟ يعني معناتها انه في عائق مستتر يعني بعد في العقده، بعد في عقده وحيده الأقليم. يعني لا غير الاقليم قبل الاقليم في العقده المسيحيه محلوله اربعه للقوات قبلوا عون ثلاثه بواحد يعني حتى انه القوات اللبنانيه من فتره او من ايام قليله كانوا رجعوا للمربع الاول ورجعوا يطالبوا بخمس وزراء يطالبوا بيحكوها هي بتعرفي بسمسره بلبنان العرض والطلب دائما تروح عند تاجر ملك حقه مليار ليرة بيبيعك اياها 100,000 هي الحال. هلا القوات اللبنانية يبدو انه استقر وضعهم بين الثلاثة والأربعة، هلا اذا أربعة بيكون مع نيابة رئاسة الحكومة. هلا تصور اذا الاقليم اسرع انه عجلوا بالحكومة القوات تبقى بثلاثة، بس الشيء اللي عم يخليهم يستعصوا هو ان الاقليم لم يدلي بدلوه بعد. طب الاقليم مثقل يعني بالخلافات والأزمات والمشاكل يعني احنا مين ناطرين بالضبط اي دولة مين؟ نحن ناطرين اتفاق ايراني امريكي، هذا الاتفاق حدث في العراق مش ناطرين يعني اتفاق سعودي ايراني ممكن اذا كان سعودي ايراني يعني امريكي ايراني مجرد يكون امريكي ايراني، بس السعودية ما عندها حدا بالعراق خصوصا بعض عندها قوة مؤيدة لها، صار امريكي ايراني ليه؟ لانه العراق وضعه اصعب، امريكا ربحت هناك لماذا؟ لأن الشيعة 65% نعم، لذلك أي شيء بيكسبوه عرفت كيف بيكون من الحصة الإيرانية، بينما بلبنان لا في أرقام متعادلة بالقوى، من هون صعوبة الموضوع يعني بدأت تتحلحل في العراق مع انتخاب رئيس الجمهورية مع انتخاب رئيس الجمهورية العراقية بعدين كلفوا رئيس حكومي رئيس جمهورية رئيس حكومي نعم. رئيس مجلس النواب يعني انحلت عندهم يعني المفروض نبلش نشهد هيدا الشيء نحن بلبنان لازم نشهد، أنا بعتقد بعد تشرين الثاني بيمشي الحال بتنتظر تشرين الثاني، لأن هناك من يراهن على أن العقوبات الاقتصادية على إيران في بطلة تشرين الثاني ستؤدي إلى انهيار إيران، وعندما تنهار إيران تنهار يعني معظم القوى المتحالفة معها وفي طليعاتها حزب الله بما يكون من أهم أداة تؤدي دورا في المنطقة ضد الإرهاب وضد بس من ضمن المنظومة الإيرانية. قديش مدى صحته هيدا يعني قديش العقوبات الأمريكية ممكن تأثر يعني. أنه بالماضي كان في كمان عقوبات على إيران إيران ووجدنا أنه إيران عندها اكتفاء ذاتي بكل شيء يعني ما... نحن العالم تفاعلت الدول مع بعضها حتى أنتجت مؤسسات دولية يفترض أن تحكم فيما بيننا نعم. إيران تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، وقفت محكمة العدل الدولية مع إيران ضد أمريكا طالبتها بفتح الأجواء أمام الطائرات المدنية الإيرانية وطالبتها بفتح الحدود أمام السلع والأدوية، لم تقبل أمريكا ما فرقني معها لا محكمة العدل الدولية ولا فرقني. يعني بلد يدعي أنه أكبر بلد في العالم وأقوى بلد لا يلتزم بقرارات مؤسسات دولية كمان بمجلس الأمن بالنسبة للاتفاق النووي، الاتفاق النووي كل البلدان الموقع عليه وهي غربية كلها بتقول أنه إيران لم تخرق الاتفاق النووي وأمريكا ما بدها يعني هناك عقلية الكاوبوي القوي لا حتى يعني أمريكا وتحديدا يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني أعاد عن اتفاق كان وقعه الرئيس السابق باراك أوباما شوف الطريقة التي يتكلم بها عن دول الخليج يقول قلت للملك سلمان أنه عليك أن تدفع يعني شو لغة عصابات بس الأغرب أنه كيف السعودية لا تجيب يعني بالفعل صحيح السعودية كأنها لا تسمع إهانات يعني خصوصا خطابه الأخير لو قالوا لعبد الناصر هذا الكلام لا شن حربا كبيرة على أمريكا لو حتى لو خسر
الامم كرامات. شو انا بيجي بحكي بقول له، قلت له انه انت معك مصاري اعطيني اياه وانا عم دافع عنك، لانه نحن عم نحكي ما فيك تدافع عن طائرتك عن الطائرات، ونسكت ولا كلمه. تصوري مثلا علقوا بكندا لانه اعتبروه اضعف، لانه حكيت كلمه عن كل انسان. نعم. قطعوا العلاقات وهلا مع ترامب. طب ليه برايك اليوم هذا الاستفزاز الامريكي للمملكه العربيه السعوديه؟ اول شيء امريكا تعرف انه ليس للسعوديه مكان تفر اليه، يعني هي مرتبطه بالنظام الامريكي العام الذي يدافع عنها. وبعدين هلا بعتبر ترامب انه عنده انتخابات مصريه، بده يكسب الناس، بده فلوس عم يعطوه هن، بس مش بالقدر الذي يريده. بيعلي الصوت، بيكسب ناس بالداخل وبشلحهم مصاري. نظرية ترامبية أبدا، رجل بورصة من عيار رفيع، هذا رجل بورصة مش رجل قانون وسياسي. السياسة لا يفقه شيئا، قال عنه أحد العاملين في البيت الأبيض أن مستواه السياسي لا يصل إلى حدود تلميذ بصف الخامس ابتدائي. لذلك يعني بما أنه يعني هيك الأمر دكتور وفيه، وعم تقول حضرتك أنه ما طلع رد سعودي ولكن يعني ربما أنه تجاهلوا هذا الكلام من الرئيس هيدا ترامب هيدا اللي هيدا يعني أمريكي. اللي منه بالمستوى يعني أنه ما أخذينه على محمل الجد أساسا يعني لهذا الرئيس في أمريكا ونظام رئاسي. الرئيس يمسك بكل شيء، ما يقوله يحسب على أمريكا. والسعودية دولة متحالفة مع أمريكا منذ 1945. أن يصل الرئيس لديه كل هذه المكاتب الاستشارية أن يقول مثل هذا الكلام، ما لم يحدث في العالم. كانت أمريكا تصرخ السعودية إنما تختفي خلف الدبلوماسية والشركات. كانت مثلا السعودية تدعم الكثير من البلدان لكي تبقى ضمن النفوذ الأمريكي، تعطيهم مساعدات مكرمات. نعم. اليوم عليك أن تدفعي مباشرة. نحن نروح، لا أنت لا تصمدين. أنا أقول لك، أنا أتمنى أن ترد السعودية على أمريكا بأسلوب عقلاني، أنه تقول له لا نحن نستطيع أن ندافع. ما في شيء زي قالوا له هيك، حتى لو ما كانوا قادرين، بس إني بيعرفوا أنه أمريكا تعرف أن هذه الأنظمة في الخليج ليست أنظمة شعبية، هي تعتقل شعوبا تبقيها في القرون الوسطى وتتصرف بحركة المال العام وتنفق على هذه الشعوب قسم من هذه الموارد. تصوري مثلا بالسعودية ما في حتى جمعية بناية، انت سجل بنائي، ما في إدارة للبناية، حتى إدارة بناية بالسعودية ممنوع، كل أشكال التجمع، لا إدارة بنايات، لا أحزاب، لا أعلام مستقبل شيء، الناس نائمة في القرون الوسطى. أمريكا تعرف هذا الأمر، تعرف أن آل سعود يعني ليسوا على يعني لم يقنعوا السعوديين بإدارتهم السياسية، هم موجودون بالقوة. كذلك حال كل المملكة، كل الأنظمة العربية على هذا المنوال، بس هن أكثر. هني لأنه جزء حتى مثلا ليكي أهم شيء عندهم مسابقة أجمل بعير، حدا بيصدق إنه بعد عنا هلا على كل يعني دكتور وفي لا ما يعني إذا لا مش هي مش هيك الحقيقة، لأن مش هيك يعني نحن بالعكس، نحن كشعب لبناني بنحسد الشعب السعودي يعني بالعكس إنه متأمن لهم كل شيء يعني بعكسنا تماما. يعني هل السعودية فيها نظام ديمقراطي؟ نظام ديمقراطي هو مع الانتخاب، في شيء اسمه انتخاب عندهم السعودية. نظام معين فيهم فيه يعني كمملكه غير النظام بلبنان. النظام اللي عندهم يقوم على ان ولي الامر يملك الارض ما عليها من ناس وما في باطنها من ثروات. اسالي انت شوفي الولاء لولي الامر، انا ابايعه على كل يعني مع القياده الجديده دكتور وفيق، مع القياده في قياده جديده هلا بالمملكه، باسلوب المبايعه ابايعه على السمع والطاعه، بيحكي بسمع وبطيع، ما في منه بس فقط. الامريكيون يعرفون هذا الوضع، لذلك يتجرأ ترامب أن يقول للسعودية هذا الكلام. أنا بتأسف، أنا بزعل على السعودية. السعودية بلد عربي، أنا مستاء من الأمريكيين لهذا الأسلوب الحقير بالتعامل مع دول عربية موالية لهم كل هذه المدة. هلا لابد يعني انه كمان يكون في يعني شيء موقف يعني الله. موقف او لا يعني انتظر قليل، ليه مستعجل دكتور وفي؟ ماني مستعجل، بدك طبعا انت هيك بدك. انا برايي نرجع للبنان، خلينا نحن بشؤوننا نحن الداخليه. البعض اعتبر من فتره دكتور وفي بالنسبه يعني للتاخير في تشكيل الحكومه وكان هناك يعني مشكلة في الصلاحيات ما بين يعني رئيس الجمهورية ورئيس المكلف يعني وأدى إلى تأخير يعني ولادتها، ما زالت هالمشكلة موجودة اليوم؟ هذه مشكلة كامنة وهي موجودة وهي مشكلة رئيسية، إنما هي ليست هي التي تحول من تشكيل الحكومة. الرئيس رفيق الحريري استطاع بإمكاناته، رجل قوي الله يرحمه، كان قويا بشكل أنه اختزل، أنه أتى بدعم سعودي، سيطر سيطر على القرار الأمريكي وسيطر على القرار السوري. رفيق الحريري كان يجمع في شخصه قوة سوريا وقوة السعودية وقوة أمريكا، يعني
يعني لم يكن رجلا عاديا. صح. هذه الصلاحيات جعلته يمسك بالنظام السياسي اللبناني. اي واحد اجى قال له لاحظت كيف؟ هلا ادى هذا الدور تعرفي بظل نظام طائفي الى تراجع الدور الماروني. هلا اليوم يبدو ان الموارنه يستشعرون ان بامكانهم استعاده قسم من هذا الدور التاريخي المفقود. هم اخذوا دورهم التاريخي المفقود مش بقوتهم، اخذوه بقوه الانتداب الفرنسي. هلا لذلك قام الرئيس حريري بجمع كل رؤساء الوزراء السابقين في محاوله منه لوقف هذا الهجوم على صلاحيات اعتبروها اصبحت لهم. نجح الرئيس الحريري بهذا الامر يعني نجح نقول. لانه كبر المشكله، ما يكبرها بيصير عمل على الارض، بيصير انه فيه احتمال ان ينعكس خلافا على الارض. لذلك نجح طبعا، انا اعتقد انه بهذه النقطه بالذات نجح، انما بعد عنده 4 سنين. اللحظه بعد عنده حوالي 4 سنين. ايه بس انه اليوم يعني بحال شكلت حكومه دكتور وفيق يعني هيدي الحكومه رح تستمر يعني حتى يمكن تستمر طبعا طيلة هال4 سنوات. لازم تستمر، وانا بعتقد انه ما في طائفه عندها صلاحيات تاريخيه، لبنان ليس بلد الصلاحيات التاريخيه للطوائف. نعم. يعني كل الطوائف لازم تنفتح على بعضها باطار الصلاحيات بما يؤدي الى انتاج لبنان، اذا بقينا عند التمترس الذي لا يفيد الاعداء خساره. يعني انا مثلا بدي اسال، روحي انت على مناطق الشيعة قولي لي ليش معلمك الهرمل ما فيها ولا مشروع؟ ليش جبيل ما فيها ولا مشروع؟ روح على مناطق السنة ما في ولا مشاريع ولا في شيء. سببه انه هذه الصلاحيات تستعمل سواء عند الشيعة او عند السنة او عند المسيحيين لصلاحيات الطبقات المسيطرة فقط. الناس الى الكهرباء والماء والزباله لا بس في مناطق من لبنان موجوده فيها المشاريع. وين؟ اعطيني. راحوا قالوا له مره اعطونا مشروع واحد بعكار، ما في بطرابلس، ما في بيروت. شو فيها بيروت؟ تم تصفيتها. انا عم بقول لك بيروت بس حكي، اعطيني شو فيها. ليك زباله ببيروت ما فيها ماي، شو فيها بيروت؟ شو عملنا؟ انا مش عم بحكي بس عن بيت الحريري، كمان شيعة. شو روح على الضاحيه؟ انا بخاف روح بالليل على الضاحيه. انا اخشى رحت مره بالليل فشعرت كانني في كهف، لا كهرباء، زباله بالطرقات، ناس فلتانه، ما بتعرف كيف. في ماساه لبنان يعيش ماساه من هذا النظام يعني الطائفي الموجود من كل الطوائف. نحن لا نتهم فئه واحده، نتهم الجميع. فبلاقي جبل لبنان شوفي ما هو الطبيعه فيه حلوه، بالعكس يسيئون حتى يسيئون حتى حتى لو خلوه لحاله احسن، حولوه الى مرامل مكسرات وجاي. لاحظي انه بدل ما يتركوا لوحده كان بقيه الاشجار طالعه. يدمرون لبنان، يدمرون الانسان والشجر والبحر والبيئه، شو بده يخلوا منه؟ انا والله عم بحكي لك امنياتي بكل صدق. يعني عم تحكي من وجع اكيد يعني وجع دكتور وفي ودائما خوف على وجع وجع كل اللبنانيه بنفس الوقت. وانا لا اؤمن بالطائفيه ولا بتفرق معي لمذاهب ولا ابدا ولا مره تعاطيت بموضوع مذهبي. يعني اصلاح لبنان بالفعل والنظام اللبناني يكون أنا يعني انا اريد ان يكون هناك لبنانيون متساوون بكل شيء، يعملون من اجل لبنان، يستنهضون هذا البلد من هذه الوقيعه. وقع لبنان يقع، والناس والسياسيين عم يطلعوا بيختلفوا على العدادات. معك خبر هاي مساله العدادات اكبر فضيحه هلا هي بدنا نحكي عنها كمان. يعني مساله العدادات مين رح يربح بنهايه الامر؟ يعني هلا دوله مشاده بين وزاره الاقتصاد واصحاب المولدات. سيدتي اولا مجرد الاعتراف بالعد بالمولدات يعني اعتراف انه ما بده يجيبوا كهرباء، هذا اعتراف واضح ان الطبقه السياسيه لن تبني معامل لانتاج الكهرباء. طب تكنت يعني تكنت صارت هيدي 1982 1992 نحن ننفق باجل الكهرباء ولا ما في. هلا الاعتراف بالمولدات هي توطئه للاستمرار بالبواخر، بواخر الكهرباء التي ينفق عليها مليارات. قالت لهم شركه سيمنز وقبل شركه انه هي بسنه ونصف تستطيع ان تبني معامل لانتاج الكهرباء. لا يريدون، يريدون الاستمرار. في مناقصه بده يعني مفروض هلا هي تتقدم يعني. ما اجيت الى عائرتين لك يا انسه شعبان يا مدام. نعم. لو ارادوا الكهرباء لجابوا عملوا مناقصه بليله واحده، شو بدها؟ اذا كان من اجل الامن الوطني، الامن الوطني اللبناني، كل العاب. اكيد يعني بطبيعه الحال دكتور يؤسف يعني على كل هذه المليارات التي هدرت في ملف الكهرباء وبعد ما في كهرباء يعني 24 على 24. اذا قلت لك ديوننا 100 مليار، طيب وين راحوا؟ وانا بطلع بهالبنى التحتيه اللي عاملينها، طب وين راحوا؟ ما في كهرباء لا ماي ولا شيء ولا شيء ابدا. لك لو كان شفتي عملوا هن شغله حمتهم، ضربوا الاحزاب والنقابات والاعلام والدين مسكوه، فكانت النتيجه انه اسكتوا الناس. هلا الناس لو في هالوسائل اسكتوا الناس ويعني وما بنيوا وطن يعني ما بنيوا دوله ما بنيوا مؤسسات ولا شيء. الضحيه هو المواطن اللبناني من كل الطوائف، الارمني حتى هو ضحيه كمان.
عم بحكي انه حتى يعني كل اللبناني كل اللبناني المقصود فيها. لذلك مساله العدادات خطيره. اولا المولدات هناك شبكات على علاقه بجهات رسميه هي التي تمتلك هذه المولدات بكل المناطق. بحكي لك عن مناطق قريبه من بيروت، المولدات هي ملك الجهات الحزبيه، يعني اشخاص منها بالاحزاب عاملين هالمولدات. عمل هيك يعني عم تكتسبوا هيدي القوه نظرا لدعم الاحزاب لهم. صدق اصحاب مولدات يعني هن عندهم هذه القوه وهم لانه يعني بالفعل عم بيظهر وكانه هناك في تحدي يعني لوزاره الاقتصاد وللدوله. ويشترون الاعلام بما يقدم كانه هن راكدين يأملوا كهرباء، وين يأملوا كهرباء؟ الاحزاب في لبنان من كل الطوائف تسهم من طريق الاعلام ومن طريق اختراع محللين لاقناع الناس ان هؤلاء لطيف افضل انواع الحكام، هم اسواهم على الاطلاق. لذلك انا اتمنى ان يطلع على التلفزيون شبكه من المحللين تقول الحقيقه، تقول هؤلاء يسرقونكم وين ما كان، من الجنوب الى الضاحيه الى الشمال الى بيروت، كل اللصوص المولدات، وهؤلاء اصحاب المولدات على تماس مع السياسيين بشكل او باخر. لذلك هم لديهم مصلحه بشرعنتهم. انا كيف اشرع انه صح مولد ويفترض بالدوله ان تؤمن الكهرباء عبر معامل تحمي البلاد من نعم من هلا هذا الوضع القائم يعني بتعرفي في شيء هذا الوضع القائم ما في كهرباء، طبيعي انه الناس بدها يعني تستعين بالمولدات. بس حجدوا هيدي لو هلا صار لهم من شيء 4 سنين بيحكوا بموضوع المعامل، وهو المعمل بده يصير نص للعمل. هلا عم يحكوا عن فضيحه سيمنز انه اجت ميركل السيده ميركل قالت لهم وحكوا ما ردوا، قالوا لها بدنا مراقصه، ولو مراقصه بيعملوها بيوم واحد بمرقوها تمرق من اجل الوطن، حرام. ويعني يكفي انه اسم المانيا يعني سيمنز. يكفي أنا أحترم نعم هذه الشركه الالمانيه، واحترم هذه السيده ميركل الشجاعه والتي تعمل من اجل بلدها، واتمنى لو كان عندنا ميركل. نعم دكتور وفي، يعني قبل ما نروح للفاصل هو اليوم وزير الداخلية زار كمان وزير الاقتصاد وزير الداخلية وهذا المشنوق، وقال في حال إطفاء المولدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبنا. هذا كلام يعني بس أنه في إصرار يعني من قبل. هذا كلام إعلامي، ما علاقة وزير الداخلية بالمولدات؟ أول هذه المولدات بدها تتابع تطبيق بالخاص قرار. هذه ليست أدوات عامة تستطيع صاحبه، أنا معي مفتاح اللي حاشيله من جيبي حطه من جيبي اذا ما عم باذي العام. المولدات ملك الاصحاب، اذا ارادوا ايقافها باي حق قانوني يستطيع الوزير مشنوق ان يعاود تشغيلها. هذا كلام للاستهلاك الاعلامي، المولدات مصيبه، انما يجب ان نجد حل مزدوج، ان نتعاقد مع المولدات وان نعلن. هلا هالقد مشكله تركيب العدادات يعني بتخلق ازمه جديده بلبنان، مساله تركيب عدادات للمولد كله مشان سرقات. بيقولوا لهم 4.5 ما بعرف قد ايه، هذيك بدهم 7، يعني كله العاب ماديه. شفتي لو في دوله محترمه بتعلن اليوم استمرار او اولا الاعلان عن بناء معامل تبتدئ فعليا مثلا بتاريخ 5 شهر يبتدئ لبنان بانشاء معامل انتاج كهرباء وتتفق مع المولدات لمده عام او عامين او ثلاث. هذا هو الحل المنطقي. اما انا اجي يعني اتعاقد مع مولدات ومشان بواخر، والله فساد، قمه الفساد، حرام يعني ان نصل الى هذه المرحله. يعني عم بحكي انا وياكي وانا شايفك قد ايه حزين انت. صحيح بعرف. يعني حزنتني اليوم دكتور وفيق لك بالعاده بالحلقات بتكون اكثر تفاؤلي. رح كمل معك بهذا الحوار دكتور وفيق بعد هذا الفاصل، محطة اعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع الأستاذ الجامعي وفي إبراهيم. دكتور وفي، مكمل حوار معك. صار في جلسة تشريعية بمجلس النواب تشريع الضرورة، أيوة. تؤيد انعقاد مثل هيك جلسات وأن أطلق عليها تشريع الضرورة بظل حكومة تصريف أعمال؟ هلا تشريع محاولة عقد جلسات المجلس النيابي أو جلسات الحكومة، نعم، إنما يندرج في إطار تأجيل تشكيل الحكومة لمدة طويلة. ما هي الضرورات؟ كل لبنان ضروري، يعني هيدا بتعتبر إشارة إنه الحكومة مطولة، الأزمة الحكومية مطولة. لذلك أنا يعني إذا في شغلات كثير حيوية كمثلا إقرار يعني أي مسألة تتعلق بالكهرباء أو الماء، أشياء حيوية بسرعة معها، بس إنه هي تشريع ضرورة لتظبيط يمكن رواتب النواب بده يعلوها أو شيء أو الوزراء. نعم علت يعني بده يعلوها أكثر، بتعرف يعني عم يتعبوا. ما هي الضرورات؟ صار من اجل قوانين سادة كل يعني لبنان ضرورة اليوم. اقرار لقوانين سادة مثلا الازمة مع اسرائيل ضرورة، كله ضرورات عليهم ان يشكلوا حكومة.
تشكيل حكومة. تؤيد كمان انعقاد حكومة الضرورة؟ ما عم حكومة الضرورة ما لها أي لزوم إلا أنها عم تغطي أزمة عدم تشكيل الحكومة. وأنا لا أقبل أبدا، أنا ومعي كل اللبنانيين لا يقبلون أبدا بعدم تشكيل الحكومة، لأنه عدم تشكيل. طيب لأنه بهالفترة صار في تهديدات إسرائيلية وتهديدات من نتنياهو وزير الحرب عنده، يعني مش مفروض تهديدات إسرائيلية يصير في اجتماع؟ كان لازم تجتمع الحكومة بسرعة لاتخاذ موقف، حتى لو حكومة تصريف أعمال، حتى لو حكومة تصريف أعمال ما اجتمعت. ولم يصدر في ثلاث قوى بلبنان بكل أسف ما أصدروا أي موقف من التهديدات الإسرائيلية، بينما كل القوى تهجم. رام بيسيل جه شو رأيك بالجولة اللي الجولة الوزير بيسيل؟ يعني جاءت في وقتها، وان اخذ عليه البعض انه ليه تاخر يعني 3 4 ايام لقام بهالجوله. اسرائيل اسرائيل قالت ان 3 4 ايام حتى فكك الحزب منظمات الصاروخ. بس اول تحتاج تفكيك على المنظمات الصغيره الى اكبر من ذلك، والاقمار الاصطناعيه كانت تراقب. يعني حزب الله ليس حزبا صغيرا وقليل الخبره حتى يفكك في مناطق وهو يعرف ان اجهزه التجسس الاسرائيليه تراقب. لذلك من المؤكد ان حزب الله يضع صواريخ داخل مدن هو منها، يعني هو بالضاحي بده يحطها هناك، خصوصا يعني قرب المطار. في امكنه، في امكنه بعتقد عنده 150 الف صاروخ، مش انه ما عنده، بس يضعهم في امكنه امنه لا تؤدي الى اصابه اللبنانيين بل الى اصابه اسرائيل. لذلك استغل جبران باسيل حقيقه انه هذا الرجل بيشعر بعض الاوقات انه عنده شيء من العبقريه يعني ذهب يعني الحياه ربح، يعني ما مع ربح. انه اول شيء اخذ موقف كل وسائل الاعلام الدوليه حكيت فيه، لم يستثني وسيله اعلاميه واحده، كله بتكلموا عنه. واخذ موقف اعتبر يندرج في الاطار الوطني، انه اخذ موقف ضد اسرائيل. بينما غير كان لازم الحكومه تصريف الاعمال بشخص رئيسها تسارع الى مؤتمر صحفي تعلن فيها انها ستقف بضراوه ضد اي عدوان اسرائيلي على لبنان. ما عملت هالشيء، عم طالب بتشريع الضروره مشان شو؟ طب اذا هذا شراء الضروره، تشريع الضروره ان نقف ضد اجتياح تهدد به اسرائيل لبنان. بس لذلك عليهم ان يشكلوا الحكومه عيب. صرنا 4 اشهر بالعراق، هلا علي هذا الشراء علي عبد الهادي شهر معه فرصه. بالدستور العراقي يروس على انه معه شهر فرصه لتشكيل الحكومه. في مهله في شهر. مهله عندهم بالدستور، شهر. احنا مش موجوده عندنا. عشان هيك نحن لازم نعتبر الرئيس الحريري انه هيدي مهله طبيعيه بظل الازمات الحاليه. عندنا 3 ازمات يا مدام شعبان. عندنا أول شيء إسرائيل، ثاني شيء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جدا، والرئيس بيجوها والرئيس الحكومة بيجوها، وهما يعرفان أن نحن أمام أزمة اقتصادية خانقة. يكفي نعطيك مؤشرا أن موازنة البلاد لعام 2019 فيها خسائر بخمس مليارات، كل موازنة 10 مليار، يعني 50% تضاف إلى الخسائر القديمة بصبح مفلسين. وعندنا إسرائيل، الاقتصاد والإرهاب. يعني أنا لا أخيف اللبنانيين عندما أقول لهم أن قسما من الإرهاب بدأ يعود إلى لبنان، وعنده أماكن عم يقعد فيها، مراكز النزوح، بعض مراكز النزوح السوري والمخيمات وأمكنة أخرى. بس في الأجهزة الأمنية يعني عم تشتغل، يعني تعرف أنت لما يفوت مضبوط بهالموضوع، لما يفوت أكثر من 1000 طلعت الأجهزة الأمنية 10 20 30، بس بضل في ناس يعني موجودين ما حدا في يلقطهم، مدنيين عاديين بفوتوا ما بيعرفوا أنه إرهابيين، بيطلعوا بعدين إرهابيين. الارهاب يهدد لبنان، مثل الانهيار الاقتصادي، مثل العدوان مثل التهديدات الاسرائيليه. وربما تتفاجئين ان هناك تنسيقا بين السياسات الامريكيه والسياسات الاسرائيليه والسياسات الارهابيه في لبنان. يعني مثلا ايران قصفت على شرق الفرات ببقعه حد قاعده، يعني حد مناطق النفوذ الامريكي وحد مناطق النفوذ الكردي فيها ارهاب داعش، فكيف بيقبلوا هن ان يتجاورا مع داعش؟ لو عم بيحاربوا داعش، يعني بقول لك التحالف الدولي جاي عم بيحارب داعش. لاحظ شفتي؟ بالرغم من ذلك يقولوا لك نحن نحارب داعش. هلا داعش هذه انطلاقا من معظم المواقع السوريه تاتي للبنان، ما في شيء بيمنعها، في بيئات حاضنه. لذلك لبنان مهدد. لا ما فينا نقول في بيئات حاضنه لداعش. هلا بيئات ضاحكه يعني مش عم بتهم حدا نقول هيك، لانه يعني هيدا التنظيم مرفوض من كل اللبنانيين. بس في بيئات بلبنان مع داعش، ما بدنا ننكر يعني ما فينا ننكر، هذا التاريخ اللي عم بتقول انه بفوتوا بتسللوا بشيء يعني انه اساسا مدنيين او نازحين، انما في عند كل الطوائف بيئات متطرفه، كل الطوائف فيها هيك، مش بس عند السنه، هذا الشيء في بيئات. هلا امبارح الرئيس بري عم يحكي انه الشيرازيه تغزو حركه امل، بتعرف شو الشيرازيه؟ هودي من انصار التطوير، يعني يقعد ضرب سيوف وضرب، يعني لاحظي هيدا مثلا من الفئات المتطرفه، ما في بالسنه في بيئات متطرفه؟ ما في، بالدروز ما في،
يعني بكل طول المسيحيين. لذلك نعم الارهاب لديه بيئات حاضنه في بلد في 18 طائفه، في بلد فاشل اقتصاديا، فاشل سياسيا. اي مسلم هلا سواء كان شيعي او سني واديب الجنه وبحور العيون بيركض، اذا ما اخذ الجنه بياخذ حور العيون. عرفت كيف؟ يعني لذلك نعم لبنان مهدد اليوم، وانا اقول لك لا حل الا بتشكيل الحكومه، لن يكون حلا سحريا، اكيد الحكومه الجايه مع المن والسلوى، بس على الاقل بصير في عندك اليه. وانت هذا الشيء اللي عم بتقوله انه يعني للتشرين الثاني، يعني حسب كلامك انه وكانه الحكومه ذاهبه للتشرين الثاني. ذاهبه للتشرين الثاني، اذا علقت الحرب مع ايران بيعتقدوا انه فيهم ياخذوا حكومه كامله، واذا ما علقت الحرب مع ايران بدك تجددي، فهمت شغلهم على يعني مواعيد. ليه لنربط حالنا يعني؟ ليه نحن كلبنانيين لازم دائما يعني نكون مربوطين بالاقليم؟ انا اقول يعني ان يجب على القوى الاساسيه في الاقليم ان تسحب الفيتو على لبنان، هذا مرفوض وغير مقبول، وانا اساوي بين امريكا وايران في هذا الموضوع والسعوديه، هاو ثلاث قوى يستطيعون باتفاق مثل ما عملوا بالعراق ان يبيحوا تشكيل حكومه في لبنان، لان لبنان وصل الى حد قد ينهار. هلا اذا كان بدهم اياه ينهار كانوا عملوها من زمان، لبنان قابل للانهيار بكل لحظه، الغطاء الاقليمي هو الذي يمنع عنه الانهيار الحقيقه. هلا اذا كان بدهم اياه ينهار بسهوله بيعملوا حرب اهليه بلبنان، ساعه اللي بدهم بكفي انه يبعثوا سلاح وتمويل والحرب الاهليه جاهزه. بس انه هل يريدون بالفعل؟ بس اليوم بتعتقد يعني بعد هيك ما بعتقد ممكن تحصل بلبنان، يعني بعد كل شيء عشناه بالماضي ممكن بعد تتكرر يعني هيدي التجارب أقول الصعبه؟ لك يعني إن الخلل في موازين القوى في لبنان زائد الغطاء الاقليمي هو اللي حد اللي منع حرب اهليه. اول شيء في قوه يعني مركزيه، يعني الشعب اللبناني ما عاد بيحمل بعد انه يفوت باي حرب. اللي مثلك ما بيحمل، وانا بس غيرنا بيحمل يا مدى، بس كان ناقصهم تمويل وتسليح، ما كان موجود، كان في قوه اساسيه دائما حزب الله، لذلك كانت القوه قدامه صغيره، ما كان في يعني نوع من التوازن لافتعال حرب اهليه. هلا كان بدهم يسلحوا ويدربوا، ما عملوها، اعتبروا انه خلي لبنان هادئ لكي يكون المحطة التي يتم فيها مناقشة قضايا الإقليم. لذلك لاحظي كل القوى السياسية اللبنانية بتاخذ مواقف كأنها قاعدة بالحرب، يعني مثلا بيطلع الأحزاب اللبنانية، حزب بأيد إيران 100%، حزب بأيد السعودية، حزب يوصل إلى تأييد العدو في بعض الأوقات. لا ما فينا نقول هيك دكتور وفي، بالعكس يقارن يقارن. في إجماع بلبنان، يعني أنت يعني عندك شك إنه كل اللبنانيين إنه متفقين على إنه إسرائيل هي العدو الأساسي للبنان وتنظيم داعش عدو أساسي، كلهم أعداء للبنان. كل سني لبناني وكل مسيحي لبناني، ما في حدا مع إسرائيل. بس في قوة سياسية لديها مصالح، مثلا بيكون ضد الحزب، بصير يتمنى انه تيجي اسرائيل تضرب ضربة تخلصوا من هذا الحزب. لكن العرب لهم العصر العباسي، بيطلعوا على المآذن، يا رب اضرب لنا فلان، يا رب ما عندهم شيء، لا عندهم لا قوة ولا تعتير، هذا هو الأمر. أنا أشوف هيك السنة هم قادة العروبة في لبنان. المسيحيون أيضا أدوا نفس الدور، والشيعة أيضا لعبوا دورا كبيرا ضد الإرهاب، هيدا على المستوى الشعبي، بس في قوة سياسية فيهم ما تسوى. عم بحكي لك عن الشيرازية، قالوا لي الناس من دعاة انه انا اجيب ابني واجرحه. ما عاد في حدا بالعالم هيك، ما في حدا. هذا مع انه يعني الحمد لله الرئيس بري يعني تنبه. نعم حكي امبارح بري عنا، قال الشيرازية تغزو حركة امل، يعني دليل على انه بدا هو وحركة امل بمعالجة العلماء الشيعة. لم يحرموا يعني مسألة حرموا، في ناس بحرموا، مثلا هيك طلع شيخ شيعي اسمه ياسر عودي رائع، حكي قالوا لك يا عمي شو عاملين بلبنان؟ لك انتوا الشيعة وانتوا اللي خربتوا لبنان بالكهرباء بالماء، هلا يحاولون تكفير ياسر عودي، وانا احييه من هون. طيب سؤال اخير يعني دكتور وفيق، لو باختصار لو سمحت، ممكن يعني اسرائيل ان تقدم على هكذا مغامره يعني وبضرب لبنان؟ مش منفرده، هلا عمليه ضرب لبنان قد تكون جزءا من حرب اقليميه اوسع، يعني مثلا اذا امريكا قررت ان تغزو ايران او تضرب ايران مع بعض الافرقاء، يعني ممكن ساعتها اسرائيل ان تضرب لبنان، انما هلا بظل الموازنات الحاليه ما ينفع اسرائيل ان تسدد غارات بالطيران ضد حزب الله وهي تعرف انها لن تؤدي الى يعني اركاعه او خسارته لمواقعه المتقدمه، ستؤدي الى ان حزب الله قادر على قصفها ب 3000 صاروخ يوميا، كما قالت نيوزويك الامريكيه، قالت ان حزب الله كان بال 2006 يبعث لها 50 60 صاروخ يوميا، اليوم اصبح قادرا على ارسال 3000، تصوري بلدا
في حياة مدنية إسرائيل، فيها أجواء مدنية متطورة، يطلقها 3000 صاروخ. هذا الشيء يعني ما بيناسبها أبدا، ما بيناسبها إلا حال حرب كبيرة. نعم. حال حرب كبيرة بيناسبها، بس حرب محدودة على لبنان لا يناسبها. والدليل إنه هلا سوريا كمان بالأسوة 300 اللي كنت عم تسألين عنها. يعني كمان ستستعيد سيادتها على أجوائها. والأسوة 300 سلاح. ليه قررت هلا موسكو تعطيها سوريا؟ ليك أنا طالعة روسيا اليوم انتقامي من إسرائيل. أنا على محطة روسيا، روسيا قلت لهم أنكم في بداية الحرب السورية عندما تدخلتم لم تكونوا متملكين من الموقف، لذلك كنتم تفاوضوا إسرائيل تركيا الكل. عندما بدأتم تسيطرون على الميدان السوري قويتم، كان بالتالي أنه بدكم تريحوا الدولة السورية حتى تنطلقوا للإقليم. عملية إربد أوقفوهم عند حدود إدلب عن قصد الأمريكيين، لأنه عرفوا أن هناك صعود روسي. الأسوة 300 هي محاولة لإراحة الدولة السورية كي تتمكن روسيا من الانطلاق نحو العراق وربما نحو اليمن. لكن بارها باعت للهند أس 400 ب 5 مليار دولار. شو بيعني؟ بيعني أن رابطة الهند بقالها 10 سنوات بالسلاح الروسي صيانة. لا يعرف كيف السلاح الروسي يكبر مع الميدان السوري. شكرا لك دكتور وفي على كل هذه المعلومات. شكرا لكم أيضا مشاهدينا نشرة إخبارية، بعد قليل وإلى اللقاء.